على قوى العدد الصحيحة الطبيعية. باش نحلوا الكتاب صفحة 66، باش نبدأ بالتمرين 16. شنو فيه التمرين 16؟ عطيني جدول وناقص، يحبني ندمر الجدول هذا. إذا الجدول بتاعي موجود على الشاشة وحلو الكتاب صفحة 66، هو بيدو نفس الجدول. شنو عطيني؟ عطيني أعداد وعطيني المربع والمكعب. شو معناتها مربع؟ مربع أ معناتها أ قوت 2، معناها أ ضرب أ. مكعب ب معناتها ب ولا أ قوت 3، معناتها أ ضرب أ ضرب أ. فهمنا معناتها الأ عودناها 3 مرات، ولهنا الأ عودناها مرتين، هذا يسمى مربع هذا يسمى مكعب. باهي باهي. العدد صفر، شنو مربع صفر؟ صفر قوت 2 صفر، مكعبه صفر قوت 3 صفر. باهي. العدد واحد، واحد قوت 2 واحد، واحد قوت 3 واحد، واحد في واحد في واحد 3 مرات واحد. باهي. أربعة، المربع أربعة، أنا هو العدد اللي نعمله قوت 2 باش نلقى أربعة. معناتها شو معناتها؟ معناتها أ قوت 2 يساوي أربعة. شنو هو العدد اللي ضربته في نفسه باش لقيت أربعة؟ هي 2 ضرب 2، معناتها 2 قوت 2 يساوي أربعة. شنو معناتها؟ معناتها الأ بتاعي اللي أنا قديش باش تكون أ يساوي 2. فهمنا؟ إذا الأ من هنا باش تكون 2. مكعب 2 معناتها 2 قوت 3 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 يساوي لهنا عندي 8. فهمنا؟ باهي. العدد هو 3، مربعه معناتها 3 قوت 2، 3 قوت 2 شو معناتها 3 قوت 2؟ معناتها 3 ضرب 3 يساوي 9. فهمنا لهنا 9. مكعبه شو معناتها مكعبه؟ معناتها 3 قوت 3 اللي هي 3 ضرب 3 ضرب 3، معناتها نجم نكتبها هي 3 قوت 2 ضرب 3، معناتها هي 9 ضرب 3 يساوي 27. باهي. إذا لهنا عندي 27. باهي. لهنا عطيني المكعب، لهنا هي 125 عفوا، عطيني 125. شو معناتها؟ أنا هو العدد اللي عملته قوت 3 باش نلقى 125، معناتها أ ضرب أ ضرب أ يساوي 125. إذا شنو باش يكون العدد نتاعي؟ أ ضرب أ ضرب أ يساوي 125. شو معناتها؟ معناتها أ قوت 2 ضرب أ يساوي 125. شنو تنجم تكون؟ الأ هي 25، معناها الأ قوت 2 هي 25. كي نعمل 25 ضرب 5 باش تجيني 125، معناتها لهنا 25 ضرب 5. شو معناتها؟ معناتها هذه أ قوت 2، معناتها الأ هي 5. لهنا عندي 5 وهنا عندي 25. باهي. العدد اللي بعده 36، أنا والعدد اللي عملته قوت 2 باش نلقى 36، معناتها أ ضرب أ يساوي 36. في جدول الضرب 6 ضرب 6 يساوي 36، دلني عندي 6. و6 قوت 3 معناتها 6 ضرب 6 ضرب 6، عملية عادية نعملو 36 ضرب 6 باش تجيني 216. باهي. عطيني العدد 7، المربع متاعي شو معناتها؟ 7 معناتها 7 قوت 2 يساوي 7 ضرب 7 في جدول الضرب يساوي 49. طبيعي لازم نكونو حافظين جدول الضرب. 7 قوت 3 شو معناتها؟ معناتها 7 قوت 3 اللي هي 7 قوت 2 ضرب 7، معناتها 49 ضرب 7. عملية عادية 49 ضرب 7 بجيني 343. إذا المكعب متاع 7 قوت 2 هو 343، لأن عطيني 8 قوت 2 هي المربع، معناتها العدد بتاعي هو 8 والمكعب هو 8 قوت 3. نجمو نعملو العملية، نجمو نخلو مكاك، لأن المكعب هو 9 قوت 3، معناتها المربع هو 9 قوت 2 اللي هي 81 هكا ولا، والعدد بتاعي هو 9. تفهمنا؟ إذا المربع معناها قوت 2 والمكعب قوت 3. نتعدى نصلح التمرين 17 صفحة 66. شنو فيه التمرين؟ يحب حساب ذهني، عطيني عملية قوة ويحب يحسبهم ذهنيا. باهي. العدد الأولاني 18990 قوة 1، قداش يجي هذا؟ هو 18990. طبقت القاعدة اللي تقولي أ قوة 1 يساوي أ، أ قوة 1 يساوي أ، معناتها أي عدد قوة 1 يبقى هو بيدو. العدد اللي من بعده 1 قوة 3527 يساوي 1، هكا ولا؟ طبقت القاعدة اللي تقولي 1 قوة n يساوي 1، معناتها هذه 1 في 1 في 1 في 1 في 1 3527 مرة، 1 ما يتغيرش، كي نعمل الواحد ضارب عدد يساوي 1، معناتها 1 في نفسه 1. فهمنا؟ اللي بعده
واحد قوة تسعة ضرب ثلاثة قوة ثلاثة، واحد قوة تسعة ضرب ثلاثة قوة ثلاثة. يجيني عملية من هكا الأولوية لشنو؟ الأولوية بتبيعة للقوة. لهنا واحد قوة تسعة هو واحد ضرب ثلاثة قوة ثلاثة، ثلاثة قوة ثلاثة قديش يجي ثلاثة قوة ثلاثة؟ هي ثلاثة في ثلاثة تسعة، في ثلاثة سبعة وعشرين يساوي 27. فهمنا ولا؟ هذا هو مكعب 3 واحد قوة 9 نرجع واحد قوة n يساوي 1. اللي بعدها 35278 قوة 0 كم يساوي؟ يساوي اي عدد قوة 0 شنو يجي؟ نرجع للتلخيص يساوي 1. اذا طبقنا القاعدة a قوة 0 يساوي 1. فهمنا؟ عدوا العدد اللي بعده، 2 قوة 3 ضارب 5 قوة 4 ضارب 0 قوة 2 كلها قوة 5. إذا شنو باش نعمل هنا؟ الأولوية اللي في وسط الأقواس وتبيع على القوة، ومن بعد نعمل القوة للمجموع للقوس الكل به يساوي. شنو عندي لهنا؟ 0 قوة 2 شنو باش يجي؟ 0 قوة 2 هو صفر، هكا ولا معناتها صفر في صفر باش يجيني صفر. شنو عندي؟ عندي 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 4 ضرب صفر كلها قوة 5. شنو معناتها هذي؟ صفر ضرب أ يساوي صفر، صفر قوة 5 يساوي صفر. فهمنا؟ طبقت القاعدة اللي تقولي صفر قوة إن يساوي صفر. باهي، إذا هذه A باش نتعدى نصلح ب باش نوع عطيني عطيني عملية وعمليات يحبني نحسب. شنو عندي؟ العملية الأولى أحسب 13 قوة 5 مع 7 قوة 3 قوة 0. 13 قوة 5 مع 7 قوة 3 كلها قوة 0 زائد 7 قوة 2. كيفاش نخدمها هذه؟ هل انه نخدم اللي في وسط الاقواس وحدهم؟ هو نورمال مو طبيعي اني نخدم في وسط الاقواس ومن بعد نعمل القوه نتاعهم ومن بعد نزيد نسال مع قوة 2. ولكن شنو نلاحظ هنا؟ قوة 0 قلنا A قوة 0 يساوي 1، A قوة 0 يساوي 1، باش ناخذ هذه كلها A، A قوة 0 يساوي 1، معناتها هذه كلها يساوي 1. شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 13 قوة 5 مع 7 قوة 3 وكلها قوة 0 يساوي 1. مش باش تستحق اني نحسب في وسط الاقواس علاش خاطر عندي كلها قوة 0. اذا عندي 1 زائد 7 قوة 2 يساوي 1 زائد 7 قوة 2 هي 7 بالسبعة، معناها 49 يساوي كلها 50. فهمنا؟ نحاول ديما نتذكر شوية ونلاحظ عندي قوة 0 ما نبقاش نحسب في 13 قوة 5 وبعد نحسب في 7 قوة 3 وبعد نعمل كل قوة 0 وانا عندي قوة 0. اذا هذا ما يستحقش اني نحسب، باهي يساوي كلها 50. نتعدى للعملية اللي بعدها. العملية اللي بعدها عطيني 2 ضارب 3 قوة 2 مع 5 قوة 3. باهي، اول حاجة شنو نحسبها؟ لان كنا ديما الاولوية هي للقوة، نخدم القوة بتاعي. اذا يساوي 2 ضارب 3 قوة 2 معناتها 9 مع 5 قوة 3 125، هكا ولا؟ يساوي بعد الأولوية للضرب 2 ضرب 9 18 مع 125 كلها تجي النتيجة 143. باهي، تعدى العملية اللي بعدها عطيني 2 ضرب 3 كلها قوة 3. أولوية بتبيع اللي في وسط الأقواس، نعمل 2 ضرب 3 اللي هي 6 قوة 3. شو معناتها 6 قوة 3؟ معناتها 6 في 6 اللي هي 36، في 6 تجيني 216. باهي، العملية اللي بعدها 4 ضرب 5 قوة 3 يساوي 20 قوة 3. الأولوية للضرب لهنا في وسط الأقواس، ديما الأولوية للأقواس ومن بعد تعمل القوة يساوي 8000. معناتها معناتها 20 قوة 3، 20 قوة 3 هي 20 في 20 في 20. باهي، نعمل 20 في 20 هي 400 في 20 يساوي 8000. باهي، تعدى اللي بعدها عندي 4 ضارب 5 قوة 3 يساوي 4 ضارب 5 قوة 3 هي 125، معناتها 5 في 5 5 قوة 3 يساوي 5 في 5 في 5. اش معناتها هنا؟ شنو بتجيني؟ بتجيني 50. فهمنا؟ هذا العملية اللي بعدها 2 قوة 4 ضارب 3
قوت 4. نجم نخدم 2 قوت 4 وحدها وبعد نضرب في 3 قوت 4 والا نعمل 6 قوت 4. شنو طبقت لهنا القاعده دي؟ ا قوت ان ضرب ب قوت ان تساوي ا ضرب ب كلها قوت ان. مش معنى عندي نفس القوه لنا 4 و4 معناتها عملت يساوي 2 ضرب 3 هذه مع بعضها كلها قوت 4 معناتها 6 قوت 4. 6 قوت 4 نعمل العمليه نتاعي 6 قوت 4 يساوي 1296. ماهي نتعدى العمليه الاخرى 2 مع 3 قوت 4 يساوي 5 قوت 4 يساوي 625. تفهمنا؟ التمرين 18 صفحة 66. شنو فيه التمرين؟ باش نقرا لكم التمرين وانتم تتبعوا معي صفحة 66. نعلم أن خليفة باراميسيون هي حيوان مجهري يعيش في المياه الراكدة ويتكاثر بانقسام الخلية إلى خليتين كل 12 ساعة تقريبا. شو معناتها؟ معناتها الخلية بتاعي باش تصير لها الخلية هي باش تنقسم إلى خليتين باش تولي زوز 2 خلايا كل 12 ساعة. باهي وضعنا خليتين في إناء، كم يصبح بعد يومين عدد خلايا الباراميسيون في هذا الإناء؟ شنو حطوا؟ خذا إناء حط فيه خليتين ويحب يشوف بعد يومين، بعد يومين يحب يشوف العدد لهنا. ماهي سهلة العملية، هي كل خلية تتضاعف مرتين خلال 12 ساعة، معناتها خلال يوم برك الخلية قداش تتضاعف من مرة؟ 4 مرات في اليوم هكا ولا؟ كل خلية تتضاعف 2 خلايا كل 12 ساعة، واليوم قداش فيه؟ اليوم فيه 24 ساعة. شو معناتها؟ معناتها في ال 12 ساعة الأولانية، 12 ساعة الأولى عندي 2، في ال 12 ساعة الثانية عندي 2، هذا بالنسبة للخلية. معناتها في اليوم 4 خلايا عندي، باش نتحصل على 4 خلايا في اليوم عندي 4 خلايا. معناتها في اليومين الخلية برك قداش من خلية؟ الخلية برك تولي 8، وانا ما عنديش خلية برك عندي 2 خلايا. شو معناتها؟ معناتها 8 باش نضربها في الاثنين. كيفاش باش نعمل العملية نتاعي؟ بالنسبة للخلية الواحدة هي تتضاعف 4 مرات في اليومين. شو معناتها 4 مرات؟ معناتها 2 قوت 2 في اليوم، وانا عندي قداش من يوم؟ يومين. معناتها في اليومين هذي باش نضربها في الاثنين، وقداش عندي من خلية؟ الكل عندي 2 خلايا، معناتها 2. اذا 2 ضرب 2 في 2 قوت 2 هكا ولا؟ باش تجيني 2 في 2 معناتها 2 قوت 2 في 2 قوت 2 معناها باش تجيني كلها 2 قوت 4. فهمنا؟ اذا عندي 2 في 2 4 في 2 8، 8 في 2 اذا قداش النتيجه نتاعي؟ 8 في 2 16. فهمنا؟ صلح تمرين 19 صفحة 66. شنو فيه تمرين 19؟ عندي عمليات ويحبني نكمل النقاط الناقصة. باهي لولين شنو عندي؟ عندي 10000 ضرب 10 قوت كم باش نلقى 10 قوت 12؟ بعد 10 قوت 11 يساوي 10 قوت 7 ضرب 10 قوت كم؟ 2 قوت 13 ضرب 2 قوت كم يساوي 2 قوت 13؟ و 23 قوت 6 يساوي 23 ضرب 23 قوت كم؟ باهي نبدا بالعملية الأولانية. شنو نجم نكتب لهنا بالنسبة لل 10000؟ 10000 هي 10 قوت قداش؟ هي 10 قوت 4 هكا ولا؟ لأن عندي 10 قوت 1، 10 قوت 2، قوت 3، قوت 4 لو عدد الأصفار، ضارب 10 قوت كم يساوي 10 قوت 12. شنو باش نستخدم هنا القاعدة؟ شنو هي؟ أ قوت إن ضارب أ قوت إم يساوي أ قوت إن مع إم هكا ولا؟ إيش معناتها لهنا؟ عندي الأ هي 10، معناها 10 قوت 4 مع كم يساوي 10 قوت 12؟ معناتها 4 مع كم يساوي 12؟ لهنا شنو باش نجي؟ شنو هو الناقص لهنا غادي نكمل باش نكمل؟ شنو باش يكون؟ باش يكون 8. 4 مع 8 يساوي 12، اذا لهنا عندي قوت 8. فهمنا؟ ديما نطبق القاعده بتاعي ونخدم كيف اللي بعد. 10 قوت 11 يساوي 10 قوت 7 ضرب 10 قوت كم؟ 7 مع كم يساوي 11؟ 7 مع 4 لهنا 8 لهنا 4. 2 قوت 13 ضرب 2 قوت كم يساوي 2 قوت 13؟ عندي 2 و 2 تتعاود ان 13، ام قداش باش نلقى 13؟ اذا 13 لهنا باش يكون 0. 2 قوت 0 هكا ولا؟ اللي بعدها 23 قوت 6 هي 23 ضرب 23 قوت كم؟ لان كي نحط 23 شنو معناتها؟ نورمالمون 23 قوت 1، اذا لهنا شنو باش تكون؟ قوت
5. التمرين هذايا خدمت فيه بع A. شنو خدمت فيه؟ خدمت فيه القاعدة اللي تقول لي A قوت N ضرب A قوت M يساوي A قوت N مع M. صح البي شنو فيه البي؟ اكتب كل جزء في صيغة قوة عدد صحيح إن أمكن. أعطيني مجموعة من الأعداد فيهم قوة، يحب يكتب كان أمكن في صيغة قوة عدد برك. بينما نبدأ بالأولاني، عندي 10,000 ضرب 10 قوة 5 ضرب 5. بين 10,000 هي شنو نجم نكتبها كما في التمرين اللي قبل، 10,000 نجم نكتبها 10 قوة 4 باهي، ضرب 10 قوة 5 ضرب 10. تو شنو باش نطبق لنا القاعدة؟ A قوة N ضرب A قوة M ضرب A قوة K هي A ضرب قوة N مع M مع K، معناتها نجمع قوة باش تولي عندي 10 قوة 4 مع 5 مع 1 يساوي 10 قوة 10. فهمنا؟ هذه الحالة الأولانية. إذا الباقي نطبق في نفس القاعدة التالية اللي بعدها. شنو عندي؟ عندي 121 ضرب 11 قوة 15. به 121 نجم نكتبها هي 11 قوة 2، خاطر 11 في 11 تعطيني 121، ولاني ضارب 11 قوة 15 باش نجمع القوى يساوي 11 قوة 2 مع 15 يساوي 11 قوة 17. فهمنا؟ لأن هكا واضح كل شيء. 2 قوة 7 ضرب 2 ضرب 2 قوة 5 باش تجيني 2 قوة 7 مع 1 مع 5 يساوي 2 قوة 7 8 مع 5 جيني 13. باهي الواحد هذا شو تقول منين جاني الواحد هذا؟ هو لهنا 2 قوة 1، كيف لهنا هي 10 قوة 1. باهي نصلح التمرين. عندي 81 ضرب 9 قوة 5. 81 هذه نجم نكتبها 9 قوة 2 هكا، ولا 81 هي 9 قوة 2 ضرب 9 قوة 5 يساوي 9 قوة 5 مع 2 قوة 7. لهنا شنو عندي؟ 16 ضرب 2 قوة 7. 16 هذه نجم نكتبها 2 قوة 4 ضرب 2 قوة 7 يساوي 2 قوة 11 هكا، ولا جمعت 7 مع 4. لهنا 27 ضرب 3 قوة 11 ضرب 9. باهي 27 عفوا نجم نكتبها 3 قوة 3 ضرب 3 قوة 11، وعندي 9 هذه نجم نكتبها 3 قوة 2 هكا، ولا شنو بتجي عندي؟ 3 قوة 11 مع 3 14 مع 2 15. فهمنا؟ اذا 11 قوة 3 15 عفوا 11 مع 3 11 مع 3 14 مع 2 جيني 16 نجمع قوة. فهمنا العملية هذه؟ بالعملية هذه نكون كملت التمرين نتاعي. حتى نصلح التمرين 20 صفحة 65. في التمرين هذا باش نخدمه بالقاعدة اللي هي A قوة N ضرب B قوة N تساوي A ضرب B كلها قوة N. باهي ركزوا مع بعض. شو عندي هنا؟ لهنا عندي 5 قوة كم ضرب 6 ضرب 2 قوة 6 باش نلقى 10. 10 هي نورمال مو 5 في الاثنين هكا، ولا اذا لهنا شنو عندي؟ باش تكون 5 قوة بالطبيعة باش تكون 5 قوة 6 و10 قوة 6 كلها. صلح لي بعدها 2 قوة 7 ضرب 5 قوة 7 هي 10. 10 هي 2 في 5 معناها لهنا عندي قوة 7. 7 قوة كم ضرب 3 قوة كم يساوي 21. 21 هي شنو؟ هي 7 في 3 هكا، ولا معناتها كلها مش جيني قوة 5. لهنا قوة 5 ولهنا قوة 5. لهنا 6 قوة 4 يساوي 2 قوة قداش في 3 قوة قداش؟ 6 منين جاتني؟ هذه هي 2 في 3 معناتها لهنا باش تكون 4 ولهنا باش تكون 4. لهنا شنو عندي؟ 16 في 5 قوة كم يساوي 10. 16 هذه نجم نحلها. 16 هي شنو؟ هي 2 قوة 4. اش معناتها؟ معناتها لهنا عندي 2 قوة 4. 2 قوة 4 في 5 قوة كم يساوي 10. قوة كم؟ 10 منين جات؟ هي 2 في 5. شو معناتها؟ معناتها لهنا عندي قوة 4 قوة 4. لهنا عندي 7 قوة 12 في 5 يساوي 35. 35 هي شنو؟ هي 7 في 5. إذا لهنا عندي قوة 12 ولهنا عندي قوة 12. فهمنا؟ طبقت القاعدة A قوة N في B قوة N يساوي A في B كلها قوة N. بالفيديو هذا يكون بديت لكم في إصلاح تمارين تاع القوى. تابعوني على سابورا نت باش نكمل نصلح لكم بقية التمارينات.